اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أموالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فبرحمتك اللهم استجب دعاءنا، وبلغنا منانا. يا كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا من يحول بين المرء وقلبه
احل بيننا وبين من يؤذينا، يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا، يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إن الدواعش قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وأنت لا تحب المفسدين. اللهم إنهم هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وصدوا عن سبيلك وكرهوا الناس في دينك. اللهم حتى تجرؤوا على مدينة رسولك صلى الله عليه وآله بجوار مسجده وقرب مضجعه، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اقتلهم قتل عاد، اللهم اقتلهم قتل عاد، واجعلهم عبرة للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم لنا من شرورهم، اللهم انتقم لنا من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وقد بلغتنا التمام، اللهم فاهدنا إلى دار السلام. اللهم وقد بلغتنا التمام، اللهم فاهدنا إلى دار السلام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة وعيشة رغيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهرنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل شهرنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم آت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزيادة. اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اكتبنا معهم، اللهم اكتبنا معهم. اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من نار الجحيم وأكتبت لهم دار النعيم.
اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من دار الجحيم وكتبتهم في دار النعيم. اللهم جمعتنا في هذا البيت على طاعتك، اللهم اجمعنا غدا على الأرائك متكئين، اللهم اجمعنا على الأرائك متكئين، نحن ووالدينا ومن نحب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.